طلعنا من مدينة تدمر استأجرنا هنا بباب عمر، يعني جوزي حالته معاق وما بقدر يشتغل، وأني كنت أشتغل ووقفت لعبين عندي صار أولاد صغار ما بقدر أني أشتغل، ومعي شوية مرض ما بقدر أني أكمل الشغل. يعني حياتنا شوي معقدة، يعني أوقات جوزي بيشد على أولاد هو ما بيكون معه مالية يعني، وبدنا هيك شوي تتغير حياتنا هيك حلمة. أنا سمعت والله وأني طالع على السوق في مرة عم تسولف إن في جمعية كريداس عم تساعد الكثير المحاجات المعاقين والهيك شغلات الأمراض. رحت أول مرة سجلت قالوا لي بدقوا عليك، دقوا علي ورحت، أرجع عاد بعثوا لي عاد إن وجدت الموافقة. جيت يومتها الأولاد عم يبكوا إن بدنا صوبة، الدنيا بوز عنا هون بالشتاء. قلت له رب العالمين بيدبرها. جت رسالة الهرم إني هنا كيفت. أول دفعة رحت جبت لهم فين حطب، وثاني دفعة جبنا فيهن صوبة وجبنا بواري للبيت، وفينا ديوني. وشعور يعني يوم أروح أجيبهن حس حالي طايرة من الفرح. وتم المشروع والحمد لله رب العالمين، استفدنا من كريداس والله يعطيه ألف عافية وتزيه الله خيراً.